احنا كنا في المغرب ما كنا سينا وسمعنا بس ماما زوست واخا زوست ماما زوست نجيو لإسرائيل ونراو شكون هو ونعرفو وخزينا انا لإسرائيل كنا نبرحو له بابا كنا صغار برحنا له بابا حتى دي مات احنا كنبرحو له بابا هي جات لإسرائيل وكانوا يعطيونا الأهل نسيبتي دي زوجت مع ابنها كانت تعود لنا أسكن في المغرب قتلنا زوجت مع الرجل الأولي ما عجبها سرخته وعرفوا له وحي آخر جوت ما حبتوش تايا ما حبتوش سألوا لا لا ما خصيت منه غير معاه تجوز زوجت معاه ديك الليلة هاد العرس وما باقي ما عطتوها لا والو هربت لهم ومشات مشات فحالة هربت لهم ما زوجتش معاه تماك بقات مع زابت مع زوج مع وحي اخر اسمه كانوا يقولوا لهم الشن كان هو كان يخدم في الكوتي والحمار كان يبيع البسكويت كان يبيعهم في الحن في الحوانت كان يبيعهم زوجت معاه زابت معاه أربعة الأولاد زوجت مع دا اسمه مشان جابت معاه أربعة الأولاد وطلقته قالت لك منه ما تعرفش منه هو هبل وما حبش تبقى معاه هربت له في حلال عند والديها مع الأولاد ديالها طلعت ويا كانت في المغرب كانت تطلع الناس لإسرائيل كانوا يهربوا الناس لإسرائيل تايا واحدة منهم كانت تهرب الناس لإسرائيل زاد ديبار عبات ولادها وطلعوا في حالهم جات في حالة لإسرائيل هنا وخلات رزها في المغرب خلات رزها في المغرب رزها زوج تمك زوج مع امرأة أخرى زاب معاها ثلاثة الولاد زاب معاها ثلاثة الولاد في المغرب وحكا كان ديبار وما طلعوا لإسرائيل طلعوا لإسرائيل زابوهم الأشبستونيم في إرغانيم كان يسكن تماك هو ومراته دي جوج معاه مع الوليدات ديالها وعرفناهم قالك هي راتو قالك هذا كان رادلي انا طلعت معاه وهاد الولاد ديالي ديالو وهادوك جابهم مع ديك الاخرى سمحاي سمعتها هي كانوا يسكنوا تماك عرفناهم كنا نمشيو عندهم ويجوا عندنا ماشي هي مراتو اللي هذيك اللي طلعت معاها لا كي كان جوج معاها الاخوان قالوا كادو اخوانو وادو اخوانهم كنا نمشيو نراوهم ونجلسو معاهم وفي السبت ونجلسو معاهم هيداك بقينا